لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، فخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما أحوج المسلمين في هذه الفترات العصيبة في الأمة الإسلامية وهم تلقى يعني عليهم البراميل المتفجرة والصواريخ والقنابل في سوريا وإخواننا في فلسطين، كيف يتعرضون للمضايقات وللقتل وللاعتقال، وأيضا ما يحدث في اليمن على يد الحوثيين ويحدث في العراق على يد الشيعة. فما أحوجنا يعني إلى الدعاء، والله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالدعاء نتيجة لفخر المسلم وفخر العبد عموما وغنى الله عز وجل، فالفقير يطلب من الغني. فالدعاء يعني له يعني فوائد كثيرة فضائل كثيرة، من هذه الفوائد أنه استجابة لأمر الله عز وجل، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا أمر وأدنى درجات الأمر استحباب. وسبحان الله العظيم ذي الجود الفياض والكرم المتتابع، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة واعتبر الذين لا يدعونه عز وجل متكبرين عليه، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء استجابة لأمر الله عز وجل، وما جلب الإنسان خيرا بمثل استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء تحقيق للعبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن العبادة هي التذلل والخضوع، يقولون طريق معبد يعني مذلل، فالعبادة هي التذلل والخضوع، والدعاء إظهار الفقر والنقص والحاجة إلى الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل يبتلي الناس بالبلايا والرزايا حتى يظهر فقرهم إليه عز وجل وحتى يتضرعوا إلى الله عز وجل. فالدعاء هو العبادة، ولذلك إذا سألت فاسأل الله، لأن ليس هناك أحد قادر على جلب كل المصالح ودفع كل المضار إلا الله عز وجل. وكان أحد الناس يتردد على أحد الملوك، فقال له أحد العلماء يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول ادعوني استجب لكم. الدعاء ايضا تحقيق لعقيده الاسماء والصفات، فلولا ان العبد يعلم ان الله عز وجل هو الرزاق وان من اسماء الرزاق ما سال الله عز وجل الرزق، ولولا انه يعلم ان الله عز وجل من اسمائه انه هو الغفور ما سال الله عز وجل المغفره، فهو تحقيق لتوحيد الاسماء والصفات. وايضا الدعاء
هو تحقيق لتوحيد الربوبية، لأن يعني توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. الرب هو الذي يحيي الذي يميت والذي يعطي ويمنع الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. فعندما ننزل الحوائج بالله عز وجل فنحن بذلك نقر بأن الله جل هو الرب، هو المالك، هو المتصرف، هو الذي يعني يعطي من شاء ما شاء. الدعاء أيضا تحقيق لتوحيد الألوهية، لأن الدعاء عبادة، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادات، فالإنسان لا يسأل إلا الله عز وجل. فأنواع التوحيد الثلاثة موجودة في الدعاء، فهي تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات، وتحقيق لتوحيد الربوبية لأنه يعتقد أن الله جل هو الرب المتصرف، وأيضا توجيه نفس العبادة التي هي الدعاء لله عز وجل. هذا هو توحيد الألوهية، ومقتضى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك أحد يستحق عبادة من العبادات إلا الله عز وجل. والعبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من فوائد الدعاء كذلك أنه سبب لنزول السكينة. فأبو بكر الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. فلا تهلنا روسيا ولا أمريكا ولا الغرب الكافر ولا الدولة المجوسية إيران، مهما تجمعت قوى الشر والشرك على بلاد المسلمين وعلى أهل السنة والجماعة، فنحن نقول لإخواننا في كل مكان لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن يخاف، ومن كان عليه فمن يرجو. الدعاء أيضا هو سلوك طريق الأنبياء، تجد قصص الأنبياء مليئة بالدعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعاء إبراهيم عليه السلام، دعاء نوح فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فأنزل الله عز وجل عليهم ملائكة تزلزل قلوبهم، وأرسل عليهم ريحا تخلع خيمهم وتكفأ قدورهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. فنقول الدعاء هو سلوك طريق الأنبياء. الدعاء أيضا هو سبب لتفريج الكربات، انظر إلى أيوب عليه السلام لما قال إني مسني الشيطان بضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله عز وجل وكشف ما به من ضر. وأيضا يونس لما نادى في الظلمات نجاه الله عز وجل من ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنقول الدعاء أيضا سبب لتفريج الكربات، كما أنه سبب لنزول السكينة، وهو سلوك على طريق الأنبياء، وهو من أعظم أنواع البر والإحسان. ولذلك أمر الله عز وجل المسلم أن يدعو لوالديه ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنهم أولى الناس بالبر والإحسان. فالإنسان يعني يدعو لوالديه بما أمرنا الله عز وجل به، فنسأل الله عز وجل أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. فنقول هذه يعني جملة من فوائد الإيه، من فوائد الدعاء. يبقى أن نقول بأن الدعاء سبب مقتضي للإجابة، أن الأدلة دلت من الكتاب والسنة المطهرة على أن الدعاء سبب مقتضي للإجابة، لأن الله جل قال أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. وأدلة السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال علماء مع مراعاة آداب الدعاء، ونحن باختصار نذكر يعني آداب الدعاء، من ذلك أن ندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة لأن الله عز وجل وعد بالإجابة، من ذلك أن نعزم بالمسألة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم بالمسألة: اللهم أعطني كذا، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، دون أن يعلقه بالمشيئة. فليس هذا من أداب الدعاء. من أداب الدعاء أن احنا نطمع في الله عز وجل، أن الله عز وجل غني كريم ويحب أن يكرم عباده، وأن العطاء لا ينقص مما عند الله عز وجل شيئا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فخزائن الله ملأ لا تغيضها، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. من أداب الدعاء كذلك أن نكرر الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سأل ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. إن الله يحب الملحين في الدعاء. من ذلك أن نتخير الدعوات، وأن نتخير الأوقات، وأن نتخير الأحوال. في دعوات للأنبياء، دعوات مأثورة عن السلف، نتخير الأحوال كحال نزول المطر، لأن الله جل قرن نزول المطر بالرحمة، فقال: الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ينشر رحمته. وحال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني جدير أن يستجاب لكم. وأيضا نتخير الأحوال كيوم عرفة من بين الأيام، وليلة القدر من بين الليالي، وتحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة، قيل آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تخير الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء. نتخير الدعوات، ونتخير الأحوال، ونتخير الأوقات. من ذلك أن الإنسان يبدأ بتحميد الله عز وجل وتمجيده، ويثني بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ويختم بالصلاة والحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو الله عز وجل، لم يمجد ربه عز وجل، ولم يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال له ولغيري: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الرب عز وجل، هذا مقبول. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقبولة، فإذا دعا وختم بالتمجيد والحمد، فالله عز وجل أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء، ويدع ما في وسط الدعاء. فينبغي علينا ألا نخصر في هذه العبادة، ونحن أحوج ما نكون إليها. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب المهمومين، وأن ينفس هم المكروبين من المسلمين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرد كيد الكفار إلى نحورهم، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.